لك العافية إن شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا، شكرا لحضورك. كل مشاهدينا اللي بيتواصلوا معنا عبر الصباح، معلومات عن الصحة العامة وأهميتها لكل الناس اللي يتابعونا في كل البيوتات السودانية. مباشرة مراسل الشروق محمد الفاتح ومن أديس أبابا، وحديث عن العلاقات السودانية الأثيوبية. نتابع هذا التقرير ونرجع لكم. إلى هنا، إلى إثيوبيا، أرض الحضارة والمنبع ومهبط الهجرة الأولى. يحج الناس سنويا إلى ضريح النجاشي، ذلك الملك الذي لا يظلم عنده أحد. هنا في نجاش يحتشد الناس احتفاء بالملك النجاشي، ففي عاشوراء يأوي هؤلاء إلى من آوى صحابة رسول الله في الهجرة الأولى. يحضر المسلمين عامة من خارج والداخل في هذا الموقع الشريف، وهذا الموقع هذا يعتبر موقع للسلام، موقع للوحدة، موقع للأمان، وكل المجتمع بمختلف لغاته. وهذا أكبر شرف لشعب تجراي وشعب إثيوبيا كله وشعب كل قرن أفريقيا بما فيها السودان. من مختلف الأجناس واللغات والغارات عبروا المسافات وكأنهم يحاكون الهجرة الأولى، فالجبال الشاهقات والطرق الأفعوانية تجسد مدى الحب الصوفي لرمز من رموز نصرة الإسلام. نظمت الجمعية الشعبية السودانية الأثيوبية زيارة ورحلة إلى مسجد النجاشي، وذلك تلبية لدعوة من وكالة النجاشي العالمية. كانت جامعة حضور يعني جامعة الدبارف ورجال الدين وطرق صوفية. نحن درينا طوال طبعا بنعمل لتطوير العلاقات وتقريب الشعب مع بعض البعض. أنا اسمي رمضان، أنا أسكن الآن في ألمانيا. أنا زرت هناك جدا رائع، كثيرا من الناس من كل أفريقيا المسلمين، يعني أنا وجدت رائع. النجاشي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتفال يعني وجدت جيد جدا. مرقد النجاشي الذي أصبح قبلة للزوار في هذا التوقيت من مطلع كل عام هجري، يتجلى المقصد فيه من زيارة القبور إلى معاني التأمل والذكرى والاستمساك بحبل الله المتين. الوقوف ليس هو زيارة قبر النجاشي، هذا هو المقصد، إنما وقفات ودلالات. وقفنا شفنا هذه الجبال وهذه الشعاب وهذه التلال، كيف الصحابة رضي الله عنهم عبروا هذه المناطق إلى أن وصلوا وكبدوا هذه المشاق وجاءوا إلى النجاشي وأحسن إفادتهم. ودي الدرس اللي بناخده منها، أنه هذا الدين لم يأتي إلا بعد رهق وبعد تعب وبعد مشقة حتى لا يهون الدين عندنا. القلوب التي احتشدت حبا لهذا المكان ورمزه لم تبارحه إلا وهي معلقة بموعد قريب، حبا لنبي الرحمة وتقديرا لمن آوى صحابته فكتب مع الخالدين. أنا جاشي نوالو أحمد النجاشي حبشا. محمد الفاتح، الشروق، من مرقد النجاشي أثيوبيا.